شوف شكون صدعك. هذيك هي، هذيك هي الهزت هزت الفليسيات ومشيت. السبعه وربع ركبت راك مشت المعرضة. كي جاوا جماعه قالوا هي قال راهي مشات للسبيطار مريضه. يا ودي كيفاش؟ قال مشات للسبيطار مريضه. كلمنا السبيطار جو قلت له امشي لحار زيهم تو شوفوا سرقتك كيفاش عملت عملتها. يا حاج تسمعني؟ نسمع فيك. تسمعني؟ تحب نقول لك ايش قالت لي؟ اش بيك؟ سمعتني؟ هي هي تحب نحكي لك ايش شنو حكيت لي؟ ما سمعتكش. هاي قلت لك تحب نحكي لك ايش شنو حكيت لي؟ تحب نحكي لك هي شنو حكيت لي؟ هاي شكي احكي لي؟ هاي تفضل يا حاج. هاي نحكي لك شنو حكيت لي؟ احكي لي. هي يا حاج تو انا استغربت شويه راهو. هاي هاي بكري معناتها نحكي معاك تسمع بالكدا. تو كي قلت لك باش نحكي لك يا حاج عملت روحك ما تسمعنيش. اش حكيت لك تو؟ هاي هاي باش نحكي لك تو. هاي شوف يا حاج المراه هذه تعيش وسطكم يلموا في الزيتون. تسمع فيا؟ نسمع فيك. يلموا في الزيتون يا حاج. هذه مرت ولدك عندها أربع صغيرات. أربعة. هاي يعيشوا في سلام ولا بس عليهم وجوهم أحلى جو. فهمني ولا؟ معناتها ما شافت كان الخير. ما نعرفش كيفاش نبدأ. ما شافت كان الخير. فهمني في وسط العائلة. فهمتني انت وعدتها باش تعطيها دار تعيش هي وراجلها مش باش تسلم لهم فيها اما يكنوا ريوسهم في دارهم. هما عندهم دار ساكنين فيها وساكنين مالهم ناس ساكن هنا هما ساكنين هنا. انت وعدتها بدار اخرى في تونس يا حاج. في تونس مازلت ما تمتش عاد. في تونس مازلت الاولاني كامل والفوق مازال مبني هكا هو. باهي مش مشكلة. ثم إشكال آخر يا حاج. ما نعرفش كيفاش ثم إشكال آخر هي قالت عليه. أي الشكل الآخر شنو؟ معناتها هي تقلقت شوية يا حاج تقلقت. علاش تقلقت؟ علاش؟ معناتها معناتها هي تقلقت. ثم حاجة ثم تصرفات قالت ما عجبتنيش. ثم تصرفات قالت ما عجبتنيش من حموية. علاش؟ عجبتهاش. علاش يا حاج؟ يحب يخدم ويعطيها. ها؟ يحبوها يخدم ويعطيها تاكل. انا عايش وحدي هي في دارها وحدها وانا داري وحدي. اي نغسل روحي نطيب الروح نسيق الروح حتى واحد ما يخش لي هكا هو. عندي سعيات سارح بيهم نطيبهم قدام الدار سارحي ويروحوا. يا حاج هي تقلقت معناتها ثم حاجات كسروا لها معناتها قالت ما حمويه ذاك كيما بابا معناتها ما فهمتني ما يحكيش معايا بال فهمتني ثم كلام ما يتقالش. اوه استغفر الله العظيم ما يضيع كلام مع عادش فهمتني؟ هذه حكايه ما عادش تحكي لي عليها. باهي اي هذه حكايه ما عادش تحكي لي عليها بكل يمكن هي تشوف من راح. اما انا الحكايات هذه ما ندروش بها. واسهل وامشي اسهل تحب انت. هذي معناها باش تلف الشلية ومعناها وتعدي في روحها يعني ما سرقتش شو ما هزيت شو ما دنيتش. يا حاج تو هذه مرت ولدك وولدك زاد معناتها تو المرأة متهمة ب 14 مليون وعندها صغيرات اللي هما أحفادك اللي هما أولادك. شكون هزهم؟
هي اللي هزتهم هي برجلها. هي اللي هزتهم هي برجلها. يا انت ريتهما، انت ريتهما. خلاص انا قلت لك خرجت من الدار قعدت ساعة. رجعت نلقاها. اي انت ريتهم هزوهم. ريتهم حاجة انت. لا جاوبني على السؤال، انت ريتهما. كيفاش ريتهم هزيهم؟ انا ماشي في الدار. مالا شكون قال لك اللي هي هزتهم؟ هما اللي قعدوا ثم في الدار ساعة من زمان ورجعتني. رجعت السبعة وربعة نلقاها الدار محروم وهي مشات. تفضل احكي مع الحاج. تفضل احكي مع الحاج. عندك ما تقول له؟ أنا حبيت نقول له لي معناها علاش أنت اتهمتني أنا بالذات؟ أنا ما هزتلكش فلوسك وأنت تهمني وصغاري معناها باش يبقوا أنت تشوفيهم معناها أربع صغار وكيفاش باش نعمل لهم؟ أنا وأنت زدت لكدت عليا هالتهمة هذه وخليتني معناها حتى نوم الليل ما نجمش نرقد، صغار قاعدين مفجوعين وباش نزيد محامين ونزيد واحد تعرفني أنت عندي أنا باش نمشي في المحامين ونمشي في الحكايات هذيا، عمري شي هزيت لك حاجة أنا من الدار. يا بنتي والله كي تمشي لابسة ريش، إلا أنت اللي سرقتهم وأنت اللي هزيتهم وهذا شيء. أعطيني ما يثبت، أعطيني ما يثبت، أعطيني ما يثبت إلي أنا هزيت لك. خليك تسأل أنت قاعد تزعجت علي أنا من المرة الأولى. باهي أنا قاعدة باهي استنى نقول لك سامحني أنت، باهي أنا قاعدة نعس عليك. بينيك باش نعس عليك وانت عندك الفلوس وشفتهم ليا وين محطوطين، ماني نمشي للبلاصه طول نهز الفلوس ونمشي، علاش نخلع في الدنيا؟ انت اللي سرقتهم. انت اللي سرقتهم. انت اللي خلعت وهزيت. يا ولدي يهديك ربي يا خويا جعفر. علاش ماشي السرعه قربوا على بعض؟ ماشي نشري في الدوام، باهي انت كي جيت في الليل. ماشي السبيطار. ماشي السبيطار. مش السبيطار. مش السبيطار. مش السبيطار. قاعدين هرابش وراه تعرف سي جعفر. جعفر. ما هيش راهي هي هاو نقول لك رسمي جاي قربني جاي تو نحكي لك ناي بالضبط كي بديت ناي باش ندور نخطب ولا لا نلوج الجماعه الكل تحمشت وهي ما هيش راهي من راسها وهي شاد التليفون نهار كله وهي الو الو راهو مشى بلاصه الفقر راهو مشى لهكا وراك تمشي انت للبلاصه الفلانيه ريتك ناي يا جعفر والله اقسم بالله العظيم حتى الجماعه الاخرين زادوا حرشوها قالوا نحيل الفليسات تو يبرك